بسم الله. دلوقتي من بعد اشوف امر لاين، هو من الامر السهلة والبسيطة. طبعا هو موجود في الاوتوكاد، موجود في الريفيت والارشيكاد وكل البرامج، لازم يبقى خط لاين. هو عبارة عن توصيلة بين قوسين، فانا لما اقول لاين ممكن وانا شغال مثلا في المشروع في خط معين مثلا مش ظاهر معايا واخد وقت على ما ازوره حقيقي، فممكن ارسمه وخلاص. امر لاين، هاجي هنا اقول له انا عايز ارسم لاين، فبيقول لي عايز ترسمه على انهي لاير. ابدا اختار اللاير اللي انا عايز ارسم عليها. هترسم خط عادي منفصل ولا هترسم بول لاين؟ يعني هتحدد خط وهتلاقيه مكمل معاك، ولما تخلص خالص هتروح دايس في اخر نقطة مرتين، او هترسم مستطيل بالشكل دوت، او هترسم مستطيل بس بميل، بحدد الميل الاول بعد كده ارسم المستطيل. طيب لو انا حددت كل الحاجات دي ابدا احدد شكل الخط ازاي. يعني ممكن يكون مثلا عايز ارسم خط بالشكل دوت، تمام. طيب لو انا عايز اغير الشكل ده او عايز اعمل شكل جديد، انا عندي هنا اشكال موجودة كتيرة الحمد لله، عندي اشكال كتيرة. طب انا لو عايز اخد اجي اعمل شكل جديد مفيش مشكلة، هاجي من اوبشن element attribute واقول له line type، وابدا اختار الشكل اللي انا عايزه او الشكل اللي انا هعتمد عليه. يعني مثلا الشكل دوت، هنا دي المسافة والفراغات، فحدد ده الفراغ مثلا، ممكن احركها مانوال بالشكل دوت، وبرضه هنا احدد المسافة اللي مفيهاش شغل، او ممكن اكتب هنا الداش انا عايز مثلا 10، سوري الداش انا عايز 10، والجاب انا عايز مثلا 5، تبقى بالشكل دوت تمام. او ممكن اقول له نيو، اعمل حاجة جديدة دوبليكيت منها، انا مسميها مثلا هاشتاج كوبي، اوكي تمام. فاقول له اوكي، اجي هنا ده هاشتاج اهو، ده هاشتاج كوبي، الاقيه اتعمل بالشكل دوت تمام. بعد كده بحدد السماكة بتاعة الخط، اللون بتاعي، اللون بتاع الخط، والسمكة بتاعته. بس يمكن السمكة مش باينة معايا هنا، عشان تبان معايا لازم ادوس واقول له ترو لاين ويت، فلو في حاجة واخد السمكة هتبدأ تبان معايا. نغير السمكات، كله 18 18، مفيش اي حاجة ليها في حاجة تانية ليها سمك مختلف شوية. اهوت ده مثلا 1.4، بس هو كده ظاهر معايا. لو عايز احدد برضو السمك والحاجات ديت، هاجي في اوبشن element attribute وهقول له بين كلر، وهبدا احدد كل واحده من دول. يعني بالذات الاماكن دي لسه فاضيه خالص، ممكن اجي هنا واروح مديها البين ويت، اكتبه اي رقم انا عايزه تمام. ديسكريبشن ممكن اغير الاسم بتاعه، ده هنا البين ست، ده الاوتوكاد العادي تمام. تشوف انا واحده هتشتغل عليها، وتيجي هنا تغير البنود بتاعك والسمك بتاعك، وتكتب الديسكريبشن. ده بالنسبة للخطوط.